واش فين حابول؟ هل حابول ما هو حابولي؟ واش قصدك؟ هل حابولي جديد؟ ما هو حابولي؟ خالي تشكي بشي؟ ما ادري يا بنتي، بس انا حاسس ان طيحتي مع النخله ما كانت طبيعيه، كنا حد لعب في الحابول وبدله. من؟ ما يستوي يا ولدي. وحوش ما تقول الحقيقة؟ ما أنت تقول، أبوها حاول يكلمك أكثر من مرة وأنت ما رديت عليه؟ كنا مشغولين بسالفة كيفها. زين، يمكن كان يبغى يخبرك بالسالفة. زين، أنا بسير لمسقط وبفهم منها. زين يوم لقيناك ولا نعم بنتوه ندور بيتكم ولا بيت الملازم سيف؟ انتوا تعرفوا بعض؟ عز المعرفة، هذه الريال ولد اخوه ماخذ بنت اختي. ما شاء الله ما شاء الله. سمحوا لي، انا استاذن. تعرفين ماشي، خليك محضر خير يا ريال، باين عليك تعرفهم اليباعة. الحين عاد لازم تساعدني. تفضل يا شبيه. تفضل 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 تقدر تفضل تفضل. شينا خير طلال؟ حوش طلب نتلاقى هني؟ كنت أفكر. فوش بالضبط؟ ليلى، أنت تعرف إن المشروع بيتنفذ على أرض غير أرض المزرعة؟ أعرف، خبرتني هالشي. وتعرف إنهم عينوني مهندس مشرف على المشروع؟ طلال، كل هذا أعرفه، وش الجديد؟ الجديد إني أبغى نترك بيت أبوي ونسكن في شقة لما يجهز بيتنا في المشروع. حويش، بدون سؤال الله يخليش، أرجوش توافقي بدون ما تناقشيني. أنا موافقة على كل اللي تقوله، بس مستغربة. لا تستغربي، أصلاً ما حالنا حق نسكن في ذاك البيت. كيف ما حالنا حق؟ هذا بيت أبوك ومن حقك تسكن فيه. وأبوي ما حاله حق يسكن في ذا البيت بعد. طلال، أشوفك تتكلم بالألغاز، أنا بصراحة ما فاهمة شيء. ولا أنا، صدقيني البارحة قلتي لي إن خالش تكلم عن أبوي، وش قال؟ ما فهمت، بس قال إنه كان السبب في إنه فارق ربعه، شيء كذي يعني. ومن يومها وهو يحاول يتعرض لي، وخوف أبويا كان يشيع إن اعتمادي أكثر وأكثر. حوش ما خبرت السيف بهالكلام؟ وهيش يهم، لازم يعرف الحقيقة. المهم يعرفني أني وما يشك فيا. فهذا معاش حقي، سيف تسرى، بس غيرته معناته أنه يحبش وايد. بعدين هو الحين رايح يكلم أبوش وبيعرف منه الحقيقة، وصدقيني راح يندم على تسرعه، أنا متأكدة. سيف أخوي وأنا عارفه. أنا الحمد لله عندي خير وايد وما محتاج الحين، لكن هلا يبخل الغوازي باسمي يعني. الحين ايش بسوي بنو؟ يا ريت اللي مبلي
الحين يا أخوي ذياب هذه الأرض اللي في الشرقية يوها وايد مستثمرين، حد يبي يشتري وحد يبي يستاجر، لكن ما عرفنا والله إن حمل ثقيل بصراحة وايد يعني. شيمة وشيمة يا فهي لا تلوم الريال، ما تعرف كيف ظروفه. ظروف ان ريال ما براعي وايب ولا يوبيا معنا عقينا على رؤوس الذلايل، ما بهني احتراس دياي ما قال له تعالوا بتغدوا معي، لكن لا حول ولا قوة. اها فنيانك هوه ولا فردة صح. خلا مروحين روح. هين ماشي لا تقول لي بنمشي نسير صوبه. اقول لك شيء، الدار الهلأ خل ابوي بنسير صوب مسكت عند قاسم. صدقت ان الدار هلا، خل نزد قدم. هيا امشي. حمود لميس لو موجود كان توه مليونير. بدون لا يسرق ولا يغش ولا يقتل. كل هذا يطلع منك يا صفية؟ لعب على عقلي يا أختي، ما أعرف وش طاورته. طعني لي في ظهري؟ ما أنا علي معاه. أنا ما علي من يمعوه، علي منش انتيه، لأني أعرف أن يمعوه هذا طول أمره حرام. بس قلت لها هذه أختي، معزتها من معزتي وكرامتها من كرامتي. أنا كل اللي سويته عشانش، عشان أضفش انتيه وأولادش، ومنتهاتها سوي بي هالشي. ولولا انه هو طلقش ولأنه ما كان عندي خبر. شريفة سامحني يا اختي، سامحيني. قدرت معروفي نساية المعروف، سكنتها في روفي وسط الحشا واليوف. غدرش حرق لي يوفي كأنه طعان سيوف، خاب الرجا ويا خوفي من تاليات الخوف. يا شي عليش يزوفي ودمعاتي يهبر ضوف، عدى غدرها شوفي يا ليتني ما اشوف. يوم اللخت ما توفي كيف الغريب يروف. بعدها بمده مات ناصر، وشرد قاسم بعد ما اتهموه بقتل ناصر، وريب استين ودخلوه المستشفى. وابو سعد هو اللي قال لك هالكلام؟ ابو سعد الله يغفر له ترك عندي اوراق يعترف فيها بكل شيء، وكيف ابوك قص عليه وخلاه يلعب هاللعبه، ووصاني لو صار له اي شيء أسلم هذه الأوراق لسعد الحلاوي العود. بس سعد
مات وراه مدة قصيرة. يعني أبو سعد كان حاس إنه بيستوي له شيء. إيه نعم يا بنتي. والوحيد اللي كان خايف منه أبوي. والأوراق هذه وينها الحين؟ عند سما. يعني سما تعرف؟ إيه نعم يا بنتي. قالولي في الاستقبال انك سألت عني. السلام عليكم عمي. عليكم السلام. استريح. وش اخبار داود؟ الحمد لله. العلاج بادي يجيب نتيجة وان شاء الله بيتعافى. إن شاء الله. إيش شفت عليه؟ بياض وجه ويح عين؟ ما أعرف، بس كان لازم أعرف قبل أن أقرأ اسمها في ملف مرعي. ما استوى شيء. ولو كان استوى شيء أحلف لك بربي إن كان مرعي من صيد أمس. السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. طلال. خير يا ولدي. وش فيك؟ سلامتك يا ابوي. بس مصدع شوي. وين كنت؟ كنت مع ليلى عند خالها. كيف حال علي؟ بخير. طلع من المستشفى. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. عنك. وش تبيني أسوي يا ليلى؟ أفضح زوجي؟ أبو اللي ببطني؟ وسكتي عن حقش؟ وحق أمش وأخوش؟ هذا سبب الحيرة اللي أنا عايشة فيها. أنا في الحالتين خسرانة، فاهمة يا ليلى؟ وبعدين وش الفرق إذا كان الذياب أخو أبوي ولا لا؟ يكفي إنه هو كان يلبي كل احتياجاتنا، وكان لنا أب حقيقي عقب ما مات أبوي الله يرحمه. يمكن اللي سواه كان ناتج عن إحساسه بتأنيب الضمير. تأنيب الضمير؟ تأنيب الضمير على ويش؟ على أنه اتفق مع أبوي؟ على أنهم يشتركوا في هاللعبة سوا؟ أبوي مذنب في هالشيء مثله مثل الذياب. بس أبوش ندم على اللي سواه وكان ناوي يخبر يده بالحقيقة. من اللي قالش؟ خالش؟ والأوراق اللي عندش دليل على هالشي، والدليل بعد على أنه كان حاس أن حياته في خطر. معقول؟ قصر حسك، قصر حسك. أبونا ما لازم يعرف أنك عرفت. نعم. وحاولش أنت يا أرس تحميه. أنا ما أحميه، أنا أحمل عيلة من الانهيار، من الفضيحة. ولا خايف سما تودرك بعد ما عرفت حقيقة أبونا؟ أنا ما أنكر هذا الشيء، لكن علاقتي بسما محكوم عليها بالفشل من أول يوم زواجنا. بس هذا حرام، حرام. إحنا عايشين من فلوس حرام. عندك اختيار ثاني. عندي. بودر البيت وبعيش أنا وزوجتي وأولادي من راتبي. يا حظك، عندك قدرة تختار حياتك. حتى هيثم اختار حياته بكيفه.
أنا الوحيد العاجز عن الاختيار، أنا الوحيد الفاقد لهالحق. عندك شهادتك؟ حتى شهادتي ودراستي ما كانت من اختيار ذياب. اختار لنفسه أن يكون ذياب وما ترك لي اختار أي شيء في حياتي. وذياب من اسمه؟ ولد من؟ والله ما حتى استحيت منهم، عزمتهم على العشاء في مطعم على الأقل دار الفشيلة اللي سواها عم ذياب معهم. من متى ذياب ما يكرم الضيف؟ لو ما أنت قايل لي هالحكي كان ما صدقت. أظن إنه في شيء بين عم ذياب وبين فايل والشيخ مبارك. حسيت عمي تغير من أول ما سمع اسم ولد عم فايل اللي غايب من سنين. ركب سيارته ومشى بسرعة، تقولي كنا رهبان من شيء. تمسيتوا بالخير. وانت من أهل الخير يا منى. حاسس إنه في لغز في الموضوع وأنا لازم أعرفها. شكلك ما يطمن أبدا يا طلال. أخاف علي قام وقال قدامه شيء أو هلوس وهو مريض وقال قدام ليلى. حويش ما تموت يا علي. حويش 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 حويش. ما قلت له يطلقها؟ خله يتحمل نتيجة اختياره حتى لو ما اختار صح. قلت لك كل شيء لوقته وهيثم الحين ما وقته. الحين في أشياء أهم أهم من حياة ولدك. هيثم مشكلته سهلة، مثل ما تزود بيطلق. وإذا كان ضحكت عليه عشان الفلوس بنخليها ترضى بالطلاق بالفلوس. فهمت؟ خلينا في الأهم. أبغاك تكلم طلال. طلال؟ أيوة طلال. من رجع البيت وهو متغير وقال إنه كان مع علي وأخاف إنه علي قال له شيء. أبغاك تكلمه وتسأله إذا كان أعرف شيء ولا لا. وإيش الفرق إذا عرف ولا لا؟ إذا ما عرف اليوم بيعرف باكر، خاصة لما يرجع خالي قاسم. يا ترى بتسوي مع خالي اللي حاولت تسويه في علي؟ كنت متسرع في حكمة. معليش بس صدقين دم فار في عروقي أول ما قريت اسمش، حتى ما قدرت أكمل عشان أفهم الموضوع. وفهمته؟ ما بس فهمته، إلا قولي حفظت صم. تعلمت أني ما لازم أشك فيش أبدا، لأن أبوش وخالش مبارك ربوش صح. أبويا كلمني وقال إنك اعتذرت له. وأنا جاي الحين أعتذر منش وأتمنى تسامحيني. إذا أبويا وخالي سامحوك إيش أقدر أقول بعد؟ يعني سامحتيني؟ عشان انك سامحتيني انا بعد عندي خبر يفرحش. ابوش بيصحار ورا باكر. قول والله.
سير افتح الباب سير. من بينا في هذا الوقت؟ من بيجي يعرف انصاف الليالي تو؟ اكيد اخوك يمعوه هالمينون هذا مغيب مفتاحه. سير. ما بفتح له، خله عشان يتأدب. يا ابوي سير افتح له، هذا بيجننا ما بيخلينا ننام. سير تحرك. اوف من انت؟ يا يطمن على ابوك، دخلني عنده. تفضل. عجب؟ هو يعلم، هو رقب بعريته. سوي اللي قررته بسرعة، لأن أبوي بدأ يشك أن أبو فهد قال لك شيء. أفكر أصير الأم. من هم؟ أهلنا الحقيقيين. تمينو؟ وإيش بتقول لهم؟ أنا ولد ولدكم اللي مختفي من سنين وبيستقبلوك بالأحضان؟ ما أعرف وإيش أسوي، ما أعرف. كل اللي تمر بيه الحين أنا مريت بي. ما ألومك على أي شيء تفكر فيه. في لحظات أنا فكرت فيها بالانتحار. وش قالت سمحة ليلى؟ سما تحبك، أحبها لك، هو اللي مسكتنها. شفت بعيوني هو يعق الحابول في الزبالة. يعني ظني طلع في مكانه. ديار بعده هو ما تغير من ذيك السن. انت متى طلعت من المستشفى؟ وحويش ما عيتني بمرة. انا طلعت من سنين وكنت رهبان ارد. عشت في مسقط واشتغلت هناك وما كنت ناوي ارد ابدا. لين ما شفت ذهاب في عزة وتذكرت اللي سواه فيه، قررت اني ارد وانتقم منه. بس لو قاسم هني الله يرحمك يا قاسم. قاسم حي ما مات. يستوي كيف؟ قاسم عايش من ذيك السنين في الشرقية. وانت يعني انت كيف عرفت؟ ما وقتها الحين، ما وقتها، هذه سالفة طويلة. بس كيف ذياب لي تو ما انفضح؟ كيف عايش والكل مصدق انه ولد الحلاو؟ انا كنت في المستشفى وقاسم شارك، بس انت يا علي كنت هني طول الوقت. حاويش سكتت عنه؟ حاويش ما نفذت وصية المرحوم ناصر حاويش؟ لأن ذياب ميود علي سالفة وهددني إذا تكلمت بيتكلم. وإيش هالشي اللي ميودنا عليك ذياب؟ انت اللي قتلت يدي يا علي، انت اللي قتلته. حرام عليك يا علي. قول لكل الناس على اللي سويته. فهمت؟
سير عموي. انت اللي قتلت الحلاوة العود؟ ما اعرف ما اعرف يا رجب ما اعرف. كل شيء استوى بسرعة. كنت ساير اقول له عن رسالة والده ناصر بس ما بغى يكلمني، وقال نحن السبب موت والده. بعدين ما ادري وش استوى، شفته طايح قدامي والدم يسيل منه. الله أكبر عليك، ياي تسوي لي مشاكل؟ ما يسدني تصفيع لياني بسببش؟ يا بنت الحلال انت ويش؟ ما عندش ولي؟ السلام عليكم عمي. انت عمي ما صحيته؟ بعيد الشر، حتى ما حد سمعنا صهلة، ما كان معارس جدد. هي هذه اللي ماخذنها؟ خذوا على الفوز. تعال تعال. أي انت شنطتي. أي شوي شوي زين شوي شوي. امشي. هذه ما حلها حد، لا عمتن لوامة ولا أبوين خشن. بسم الله. لطالما اعتقدت ان الكتاب فقط من يخترعون الشخصيات الورقيه ويسيرونها كيفما شاءوا، يرسمون لها الاحداث والمبررات، يبتكرون المفاجات والمفارقات. لم يخطر ببالي انه ثمه من يستطيع تشكيل حياته الواقعيه لتكون واقعية بدون تدخل كاتب أو قاص. أنت فقط من فعلت هذه الذئاب، جعلت كل ما لا يمكن ممكن. لا نخضع لواقعنا إلا ممكن. أمين. ما على كيفك تطردني من غرفتي؟ ما ابغى اشوف رقعة ضيوفكم بهالطابق. تفضل تفضل. وين ان شاء الله تريد تسكرني في المطبخ؟ لو عندي زرد بضيع عليكم بعد. يا الله كل هذا بس عشان تزوجنا الحق؟ سكتها سكتها لا ازرطها. قدامي يلا قدامي يلا تحركوا تحركوا انزل يلا انت ثانية يلا بسرعة بسرعة يلا وس ولا كلمة. قدامي لحظة ولا كلمة نتفاهم زين. لحظة هني بتسكني دقيقة بس. يلا يلا يا هيك يلا يلا جيب الشنطة. أيوة سامة في
موضوع بكلمك فيه. ما ينفع بالتليفون، لازم أشوفك. حوش ما نلتقي برا. خلاص نلتقي بعد ساعة. فقر الثاريك طايح من عين أهلك، وعاد أنت توصف لي إنك ما يحتاج والكل في الكل. استغفر الله العظيم. استغفر. خير ما؟ وش مستوي؟ آخر الزمان يا ولدي. البنية تتبع الرجال بلا عرس ولا ناس. ذاك الزمان يوم يقولوا البنت ما تنملك بلا حضرة ولا ناس. هذه حرمة هيثم، يا تسكن في بيت رجلها غصب. أنا أصلاً من زمان قايل هذا هيثم يبالى تأديب، بس أبوه الله يهديه هو اللي مدلع عنه. الله يعينش يا موزة، ما مكتوب ليش تفرحي. إنزين ما، وإذا طلبت منش طلب بيفرح عمتي موزة، بتوافقي؟ من عيوني يا ولدي. خير؟ الله يسلم لي عيونش. عمي قاسم بيصحار. حياها الله يا ولدي، هذه بلاده إياها في أي وقت. إيه ما، بس أنتي تعرفي ما عنده مكان يسكن فيه، وتعرفي إن مال هناك يعني مع عمي ذياب. كنت أقول يعني لو بعد إذنش لو يسكن بيت سعد. خليك يا عمتي وافقي. أعرفش أعرفش إنش ما تروم تشوفي حد في بيت سعد عقب موته الله يرحمه، بس عشان خاطري، خاطر سيف وليش، وخاطر دلال. مفاتيح في حجرتي، سيري يبي. مشكور يا عمتي، الله يخليك يا ربي. على وين يا بنتي؟ بسير المجمع التجاري، محتاجة شوية أغراض. أنا أدلكم. أبوي؟ هي نعم يا ولدي، أبوك. سامحني، بس أبوك كان إنسان ظالم وشرير، حرمني من أجمل سنين حياتي، حرمني من الزوجة والأولاد. معقولة؟ معقولة إنسان يقدر يعيش بويهين كل هالسنين بدون ما حد يكتشف وجهه الحقيقي؟ لو سمعت هذا الكلام من حد ثاني ما كنت أصدق. عمي ذياب يسوي كل هذا؟ الطمع يا بنتي، الطمع يعمل إنسان ويخلي يسوي أي شيء بس علشان يوصل للي يباه. هذا أنت يا ولدي عرفت كل شيء عن أبوك. قل إيش ناوي تسوي الحين؟ ما أقدر أسوي شيء، مهما كان يظل أبوي، بس لازم جيفر يعرف. ما أظن أبوي قال لجيفر
كل الحقيقة. أنا ما أقدر أمنعش تسوي اللي تبيه، بس أباش في الأول تفكري في النتائج. أفكر في النتائج؟ أبو كان السبب في حرمانه أنا وإخواني من أبوي، كان السبب في حرمانه من كلمة سبان، وتجي تقول لي أفكر بالنتائج؟ واللي في بطنش فكرتي وإيش أحسن له؟ إنه يكون ولد جيفر الحلاو ولا يكون ولد جيفر الفلاني؟ اللي في بطنه انحكم عليه قبل لا ينولد إنه يشيل مسؤولية اللي سواها أجداده. أنت كذي تكتبي نهاية حبنا وزواجنا وحياتنا كعائلة، وما بلومش أبدا لو طلبت الطلاق. جيفر، أنا لما حبيتك حبيتك لأنك جيفر، ما لأنك ولد عمي ولا لأنك ولد حد ثاني. ما أظن يا بنت عمي بتظلي طول عمرش تعتبريني ابن اللي قتل أبوش، وأنا نظرتي ليش بتكون أن أنت اللي دخلتي أبوي السجن. أتمنى تقولي لي قرارش قبل لا تنفذي.